ثغرتنا البركه الله يبارك بعمرك يا هلا والله التعريف ابو هذال احنا الان خير يلا حي احنا الحين بساجر نعم وش تعني لك ساجر ساجر ديرتي ومسقط راسي الله نعم وش اشتهرت بالزراعه ساجر وش نعم امورنا اشتهرت بالاكبر منطقه زراعيه ساجر السر السر والحمد لله الماء مويه الصحه وراهي 8 بوص و 6 بوص ما شاء الله والحمد لله ومزارع وخير وامان واستقرار والحمد لله عسى الله يديم علينا هالنعمه ويحفظ قادتنا ويكفيهم شر اللهم امين عيال الحرام وش يزرع في ساجر كل شيء كل شيء ارض خصبه وما حلو ما شاء الله كل شيء حتى العنب هذا شوف هذا العنب عندي 15000 شجره عنب محيطه بالفلل وفيه جوافه وفيه زيتون وفيه تين وفيه حماط وفيه تمر فيه كل خير جميل ليمون ابو زهيره وابو صره احنا الحين صرنا حضر ما شاء الله اللهم اجعلني حضري تقي ولا بدوي شقي ما شاء الله تبارك الرحمن انا شاهدت العنب على المدخل نعم العنب يقال له تربه خاصه وارضيه خاصه جبتها من برا لا 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 ارض ساجر احسن تربه كل شيء يطلع فيها ما حلو وارض خصبه ما شاء الله فهذا العنب اللي تشوفه محيط بالفلل 15000 شجرة عنب ما شاء الله ايه جميع أنواع خمسة أنواع بناتي أول ما يقطف وحلواني وكمالي وبز وطايفي آخر شيء الطايفي أجل أصبحت تتنافسون المنتجين العنب الحمد لله الحمد لله الرياضة أبو هذال الرياضة أنا روحي الرياضة أنا أمشي دائم أمشي فاليوم ما أقدر أعلم ما شاء الله تبارك الله تزاول انواع ثانيه من الرياضه اشيل واركب الرحل وعندي خيل ما شاء الله يعني متحف على مستوى المتابعات الرياضيه تتابع في التلفزيون ولا ما تتابع؟ الا والله اتابع اتابع المؤتمر شو اسمه المنتخب اللي جاء منتخب اخلي كل شيء واتابع اما ها؟ فيصل يقول انك فيصل يقول انك هلالي نصراوي وهلالي وكل شيء فيصل يبيني هلال لانه هلالي فيصل يا هلا والله ومرحبا هذا والله الساعه البركه والله ما شاء الله تبارك الله يا هلا وهذا البيت ما شاء الله هذا بيت الشعر اللي هذا بيت الشعر جميل وهذه الفله الجديده هذه فله وراها فلل هذه فله خاصه لي وهذه فله للضيوف هذه وهذيك فله للمشب ومجالس ومطابخ وفي فلل داخله للنساء المزرعه تكون وراها اي تي فيها الابل وفيها فيها ابل والمزرعه الثانيه فيها في مزرعه قريبه من هنا فيها مشروع رشاشات اعلاف وقمح اي وهذه فيها ابل وفيها غنم وهذيك فيها ابل وفيها غنم والحمد لله بيض الله وجهك ابو هذال يا هلا والله يا هلا احنا نبي ناخذ معك اللقاء الان داخل البيت طال عمرك الحين يلا سمط مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة والتي نستضيف فيها أحد أعلام الشعر في الجزيرة العربية شاعر الجيلين والغني عن كل تعريف الشاعر خلف بن هذال العتيبي باسمكم جميعا أرحب به أبلغ ترحيب حياك الله أبو هذال أبقاك الله كيف الحال طال عمرك مرحبا بالقناة الجديدة العظيمة المباركة الموفقة الله يبارك فيك طويل العمر شاكرين سلفا يعني قبول الدعوة ونعرف مشاغلك ونعرف ارتباطاتك ولكن هذا كرما منك لي الشرف والله الله يطول عمرك أبو هذال الحديث معك ذو شجون وطويل وممتد وكلنا وكل المشاهدين حريصين على الاطلاع على تفاصيل التفاصيل عن شاعر الوطن وشاعر بقامة خلف بن هذال بداية نشأة الشاعر خلف بن هذال والله نشأت في بيئة بدوية في الصحراء وتأقلمت معها وعشت صغير وترعرعت مع أهلي وقبيلتي وعشت مع رجال شروة من يسمع ومن يشاهد عندهم الكفاية في الآراء وفي القصص وفي المواقف المشرفة وأخذت اقتبست بعض الشيء منهم جميل ظروف الحياة أبو هذال السابقة ومقارنتها مع الحالية يعني إلى أي حد أثرت فرق واسع لو كانت الظروف السابقة فيها نوعا من الشيم والقيم والجوار اللي له قيمة والتعارف والوصل مهما حصل من ضغط الزمان على الرجل يكون
مؤقلم نفسه في الرجولة الكاملة لو نقص عليه، لكن اليوم الحمد لله نعمة، اللي يبي المرجلة يلقاها واللي يبي غير يلقى. احنا في نعمة ما فيها غير، احنا وعسى الله ما يغير علينا ويحفظ الله قادتنا تقودنا إلى الخير والطريق السداد. وبارك الله في سيدي خادم الحرمين الشريفين واسمه سيدي ولي العهد وأصحاب السمو جميل ملكي الأسرة الكريمة، والله يوفقهم لما فيه خير هذه الأمة. جميل. أبو هذال التعليم كان لك نصيب منه في الفترة هذيك ولا جاء متأخر شوي؟ لا تعليمي ممارسة لأني ما كان معي شهادة، بس يعني أقرأ وأكتب حتى تعلم أني عام 90 هجري كنت أنا يوم طلعت من الكويت عام 84 هجري 64 ميلادي وطلعت الطائف، كانت الحكومة في الطائف في عهد الملك فيصل أسكنه الله جنة النعيم، وكان سموه فالماضي سمو سيدي والآن سيدي خادم الحرمين الشريفين، كان رئيس للحرس الوطني. والتقيت بشيخ من شيوخ القبيلة تركي بن فيحان بربيعان رحمة الله عليه، كان أمير الفوج التاسع وكان مصيف في الطائف، كانوا يحضرون جميع شيوخ القبائل في الصيفية بالسلام على الملك فيصل وولي العهد المرحوم خالد بن عبد العزيز والملك عبد الله. وقال يا خلف منين جيت؟ قلت والله جيت من الكويت. قال يا خلف ليه تخلي الكويت؟ قلت والله ما كتب الله فيه نصيب لي يا أبو فيحان. قال يا خلف بكرة في تحوير الفرقة الأولى بالحرس، أول فرقة تحور عسكريا فرقة بن جريس الأولى، في حفلة للفرقة الأولى في الحوية وبيخرجها رئيس الحرس، تقدر تسوي قصيدة يا خلف؟ قلت أقدر بقدرة الله أقدر. قال تعال يا خالد. خالد بن ملافخ كان سواق له، بعدين دخلوه المرشحين وتخرج وتقاعد مقدم. يا خالد اخذ خلف وده للمحل اللي يبيه، هاك الحين على ونيت الحرس 64 الله، وخلك مع ملازمه لين الله يوفق ويسوي القصيدة. المهم سرينا انا وخالد، جينا في قهوة كان اوتيل مسرة هذا الفندق، اي نعم، كان فيه قهوة ما يعني صحراء ما فيها، جلسنا على مركز نشرب شاهي. المهم لين كله لين كله لين يوم ادنا الفجر وانا مسوون قصيدة الله. قصيدة الفرقة والتخرج امدح فيصل وخالد وعبد الله والاسرة. المهم سويت القصيدة وصلينا الفجر، جينا عنده ساكن في الشرقية انت يا تركي الله يرحمه، دخلنا عليه قال بشروا. قال خالد ابشرك. قال هاي خلاص. قلت ان شاء الله يا ابو فحم خلصت. قال علمني، علمته بالقصيدة. الرجال انبسط وانفعل، قال خلاص حنا ان شاء الله المغرب الحفلة بعد المغرب والعشاء بعد المغرب في الخيام في الحوية، هاك الحين ما فيه تلفزيون ولا فيه شيء إذاعة، حتى ما فيه إذاعة في الحفل، مقروفون وناس تلقي وبس. ركبت مع تركي وصلنا هناك، صلينا المغرب، كلم الملك عبد الله كان رئيس الحرس، قال في الشاعر عتيبي جاي من الكويت وشاعر ودي انك تسمع قصيدته يا طويل العمر. قال ما يخالف. جلس على الكرسي الله يحفظه، وقاموا هالشعار يعيدبون عليه، ابو 10 بيوت في ورقه وابو 20 بيت. المهم زهقت انا، جيته قلت يا طويل العمر قصيدتي جاهزه. قال بعدين، هو ما تسمع مني شيء. اي نعم. وانا اعود واجلس في الونيت واخذ شوي، والله يوم طالت والحفل ذنب يبي خلص، وانا اجي وادخل عليه الله يحفظه. قلت قصيدتي جاهزه تبين يلقيها ولا روح؟ قال الا رح انقلع اقلعوا، وانا يشيلوني اللي انا ورا الصفوف وازعل ورقت. هو خلص الحفل يبي يقلطون على العشاء،
وليا تركي وضايق صدره وخلف مزعل عبد الله وجاهل انا هكا الحين. والامير تركي يطلع يبي يقضي له لزوم هكا الحين لا. والملك الله يحفظه طلع يوم طلع ما ادري وين بيروح بعد يقضي لزوم اللي هو يشوف الرجال جاسم تقرقشن بشته. قال للعسكري هذا من هو؟ قال تركي بن فيحان. وهو يجي يمشي الله يحفظه يمشي ويختله ويختله وهو يحط يدينه على متون تركي وهو يهصرخ تحت. قال يا طويل العمر لا تعورني. قال وش ادراك؟ وش ادراك؟ قال خابر ما جايني في هالمكان الا انت، ما حد يقدر يتوهق يجيني. قام ومشى معه وحب خد الملك عبد الله ويده. قال انا طالبك يا طويل العمر. قال لا هذا مجنون هذا اللي جانا. كل شوي هو داخل علي. قال انا طالب. يلقى قصيدته ثم يلقى قصيدته سوها لي تبي. يوم دريت وانا فلونيت يا خلف وانا اجي ولي انا محتشي ولي هو قدامي الله يحفظه والعالم وانا القيها عليه. يوم لقيتها عليه لي والله يوم تغير مجرى الله. يعني تغير الشيء يوم خلاص. قال منين جيت؟ قلت جيت من الكويت يا طويل العمر. قال وش عندك يوم خليت الكويت؟ قلت ادورك الله لي يلهم الله ادورك يا ابو متعب. قال الله يحييك تعال يا ابو راشد الله يرحمه توفى مدير القراج لا يذن الظهر بكره الا معين خلف جندي سايق هكا الحين. الجندي ب 150 ريال والسايق ب 270 يعني بيزيد نسبتي الله. وفي مكتبي الخاص وخوي اللي خاص الله. المهم خلف تغير مجراه هكا الليله الكسوه والخير وحطوني بالخيمه هكا الحين خيام نعم. وتروح الليالي والايام ضره يوم تقول الشهاده نعم. خويت على طويل العمر وكرمني الله يكرمه بالعافيه والتوفيق طول العمر. يوم جاء ليله من الليالي وعيجيني النوم. قالت لي ام هذال انت وش فيك الليله؟ تقلب على فراشك وش فيك؟ قلت ما في شيء. انا وش خطر علي؟ المرشحين معقود لهم دوره، كل سنه يعقد دوره مرشحين. أبناء الحمايل عاقدها الملك الله يحفظه يوم أنه رئيس حرس وداخلين لهم 30 يوم أو 35 يوم باقي لهم 15 يوم أو 10 أيام ويخلصون 45. ولا لو قلت لي يا خلف تطلب المرشحين ضحكت عليك. هاك الليلة خطر علي قلت أقعد دايم سنة أنا ليه مطلب هالمرشحين زمينة. والمرشحين وش يأخذون؟ يتخرجون ضباط. الدورة اللي أنا تخرجت أي نعم. يا صبح اصبح يا صبح اصبح ولي الرئاسة هكا الحين في المربع. وانا البس بشتي وانا ادخل هو يداوم بدري دوامه مره على الوقت تقدر تروح تجي قبل يجي بخمس دقائق ويجيك بعد خمس دقائق مره توقيته على ما قالوا جرينتش والله. ثم اليهو داخل وصبح بالخير عاد انا اجي واتعشى معه وجزء. هو يحس ما هو بلعب شاف في شيء وهو يلتفت على التويجري قال شوف خلف وش فيه. قال طال عمرك. قال لا ما جاء فيها الوقت جيبوه انا بجيه لكن هو اللي سبقني بالشيء هذا حاس ان في شيء الله يحفظه. وانا ادخل عليه قال وش عندك؟ قلت يا طويل العمر انا بي مع المرشحين ابى اخدمك واخدم العلم. قال وش هالطارية؟ قلت والله فهم رحت البارح يا ابو متى أبا هالمرشحين يا طويل. قال إيه بس هو التفت على إبراهيم الرشيد الله يرحمه. قال متى دخلت هذه؟ ما بطي. قال لي طال عمرك باقي 10 أيام ويخلصون 45. قال طيب باقي قلت يا طويل العشرة الأيام هذه سلموني مدرب وبلحق ربعي فيها العشرة أيام وأطلع معهم. قال طيب وش شهادتك؟ ما أسمعك شهادة هو لان. قلت معي شهادة والله ما شالوها هالمرشحين اللي دخلوا. قال ما شاء الله وش هي؟ قلت انت يا سلام انت شاهدتي. يوم قلت قال وين يلا الحقوه وانا شاهدته يا سلام اي وادخل وتخرج الحمد لله يا سلام. هذا يوم تقول الشهاده شهادتي عبد الله ما شاء الله. كفو. طيب مرحله الشباب اللي انت رحت فيها للكويت يعني دواعي السفر للكويت كان البحث عن وظيفه. كل العالم من اول من يوم نطلع ما غير عن العيشه وفلان جاب وفلان حط الحين هالحين الولد يطلع. هذا صحيح اللهم لك الحمد. لكن مرحلة الكويت أبو هذال وش تذكر منها يعني؟ والله مرحلة الكويت عشت هناك و كم؟ أبعلمك
قصه ابن حلال قصصا سوالف دي ما نمل منها يا ابو هذا. رحت للكويت وقالوا ان كل 3 شهور يصفون في جيوان المعسكر، اول معسكر في الكويت، يصفون كل بعد 3 شهور يصف 3000 جايينك من الحرس الملكي والحرس الوطني اواليد شغامي من ما ودك تصد عنهم. ويتخير سعيد خبز عجمي رايد يطلع له على 3000 بعد 3 شهور يختار له 30 تفكه. وهال قعدية عند بني عمهم اللي شرطي ولا عسكري ويكدون الطيب يقسم راتبه على الرأي. الله. وأنا أصف ويمرني مير ما ناظر فيه صير وبزر عمري حوالي 16 سنة. يوم جيت الجماعة حنا في خيطان عند واحد من الجماعة عوض عماش رجال ينشروه من عندي وكان ملف الربع ولا المتعطري. قالوا ناس من الجماعة بعد ما وخذوا وهم شخصيات، قال هالحين أنت يوم أنك مشغل نفسك في هالرصد الصفات تحت اليوم ما هو باخذك سعيد خبز قصير وصغير سن، سجل في العسة 300 ربية وحمد ربك مش هالعسة عسة ما. لا والله لو أرجع للمملكة ما سجلت في العسة. قال هذول أكثر الجماعة في العسة ويأخذون 300 ربية. المهم صريت على الكلمة وكظمت الغيظ. وأنا هاك اليوم أسوي لي حول 40 بيت، أنا شاعر الله مبارك العبد الله الله يجعله في الجنة وموات المسلمين شيخ وقائد رجل معنى الكلمة كرم شجاعة وقيادة شخصية ورحمة في هاك الرجال. وأنا أجي عند قصر جيوان ما هي برصة الصفة بعد 3 شهور هالحين، وأنا أجي في ظلال البوابة ويجيني عسكري قالوا شو مجلسك؟ قلت احتري الشيخ، الشيخ ما هو بالشيخ أنا حنا لغة عتيبة. قالوا وشو لك؟ قلت مواعدني. راح يوم الله نوب الفرج ليها كالفلقس ويجن جايت تمشي وأنا ناطحها الساعة 9 يا ولد يا ولد يضرب فرامل ليها كالرجال اللي شواربه متعكفه عليها عقال ومتحيز من مجند بريت الرشاشه الصغير وخنجر وصايه فلفل سويجن. قال وش انت؟ قلت عتيبي وشاعر. هو يضحك قال انت شاعر؟ قلت والله اني والله ما خليت ولا محل ما سالت عنه. ربما انها الحين موجودا على الحياه ويشوف ويشاهد ويجيني. وصيت هو عنزي بس ما اعرف اسمه، وصيت عنزه ووصيت العالم اللي في الكويت قلت شوفوا خوي مبارك العبد الله اللي دخلني على مبارك الله. ولا جاني خبر لي هذه، لكن يمكن الله يمكن له ان شاء الله. فقسم عن القصيده قلت انت وش انت؟ قال عنزي. وانا اللي القصيده عليه. قال بذمتك انت اللي سويتها؟ قلت لو تبيني اسوي 40 انا الحين مثلها. الله محك. قال اسمع يا عتيبي بكره الساعه 9 وانت في هالمكان. قلت يبي يطردوني يا العسكر اللي عند الباب. قال لا ببلغهم الشيخ يبي يجي هالحين وانا ما اقدر اكلمه لانه يوقع والعسكر عنده، بكلمه الليله على العشاء وبكره الساعه 9 تلقى العلم اليقين عندي. قلت خير. رحت مصر عليها جيت مع جماعتي وتغدينا ما حد يدري من اني وانا جاي. قلت راح اتمشى يصبح اصبح الله اكبر نرقد ان في بريحه فيها مناره مسجد ببلك نسحب تطيناتنا احنا المتعطلين وكل واحد يطيح. واليوم انه اذن الفجر صلينا ورحنا البيت عوض الله يذكره بالخير ومن عندي وفطرنا فطرونا عائلته هو الشرطه. وانا اسرح منين؟ من خيطان الى جيوان 12 كيلو رجلي. الله. اي والله. واسرح امر بقالتن جنبي واشتري لي عصير طماط واشرب واسرح. يوم جت الساعه 8 وانا هناك واجلس انبلغنا العسكر يقول لا حد يجي. يوم جت الساعه 8:30 ما ادري 9:15 8 هو جاء الفلقس ويجنا اليمس وانا ناطح. قال وين انت العتيبي؟ قلت نعم. قال اركب اركب الله يذكره بالخير ان كان حي وان كان ميت الله يجعله في الجنه.
وانا اركب. هو يدخل من يدخل المعسكر جوا وهو يدخل بيا المعسكر. هو يلبق قال يا عتيبي ايش اسمك؟ قلت خلف. قال يا عتيبي ابشر بالفرج، انا البارح مع الشيخ الله يجعله في الجنه الشيخ، وعلمت وقلت يا طويل العمر عتيبي ان عمره صغير 16 15 16 القى علي قصيده يا طويل العمر. ويقول كان تبيني، قلت ما هي منك هذه، قال مني تبيني اعطيك هالحين، صور لي المكان اللي تبيه واذكره قصيدة فيك وفي عبد الله السالم على وقت عبد الله السالم الله يرحمه. قال خلاص بكره جبه لي. ربعي ما يدرون سرحت مثل امس وجيتهم وقلت تمت الشمس، حطوني في محل غريفتن فيها شاهي وصبوا لي شاهي، اخذت شوي يا والله يوم ضرب الطبله والبرزان دريت انه دخل الشيخ، اخذت شوي له جايين يركض سعيد خبز اللي تمناه انه يشوفه اللي يطلع كل 3 شهور ويختار ال 30 من 3000 اللي هو جايين يركض. قال انت العتيبي؟ قلت نعم. قال قم الشيخ بيك يا سلام. وانا اقول يوم دخلت اللي الشيخ جالس على الكرسي وعليه مناظر الله يرحمه، وانا اجي يمشي يمشي اللي هو يقودني سعيد الرائد هو يقودني لان قبلت على الماصة. قال انت شاعر؟ يقول له مبارك الله. قلت نعم سيدي انا شاعر. قال وش انت؟ قلت عتيبي. قالوا نعم. طيب سمعني. وهي نزل المناظر وانا هلا يوم اخذت لي والله ان العسكر والعالم اللي عند البيبان جايين يمشون في المكتب يتسمعون. يوم خلصت القصيده قال اطلب وش تبي؟ قلت ابي جندي. قال تعالي سيد لا يذن الظهر، احنا الساعه 9:30 10 لا يذن الظهر الا بطاقته في مخباه العسكريه، البطاقه العسكريه الله، وبداله مسلمت له يكيفها وبكره يحضر الدوره، الدوره داخلتهم بعد لها مده الله. يحضر مع الدوره ويحط له مدربين لين يلتحق بالدوره بزملاء. قال طال عمرك الطبيبه. قال انا طبيبه وانا كفيله الله يجعله في الجنه الله. خلصوا وهم ياخذون لي، هم يخلصون اجراءاتي ويصوروني باللباس العسكري والشعار الكويتي ويدخلون لي المستودع ويقوسوني واخذ بدالي ويحطونها في هاك الخيمه بكرات يالها شيلها. قلت انا هالحين ما اقدر اشيل الخيط. قال لا فيه جيب امر من الشيخ يوديك بيتك. والله ما دروا ربعي الساعه 1:12 اللي انا اسحب الخيمه عليهم في مخبأ. قالوا هذا ويش؟ قلت هذه كساوي شاريها لكم. وانا فل البدال وانا طلع البطاقه قلت انا عسكري من اليوم في الجيش الكويتي الله. ما العسكري ما ينسى رقمه، رقم 4465. الرجيل الاواليد اللي تلفعت وجيهم سيف ايه؟ هذا صار عسكري وفجأة. في يوم المهم الله خدمت وجت ازمه عبد الكريم قاسم وكنا دوريات. جاء في الليل وحنا في اللواء السادس، ما فيها الا اللواء السادس هكا الحين مدرعات، ونلبس بيجامات ونرقد على سرر حديد برا ماش كنديشنات، في النهار في اللاينات وفي الليل لي والله يوم ضرب البرزان. اجمع 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 على العسكر لا تلبسون ببيجاماتكم وحنا نجي في الميدان. واليهو بثوبه الله يرحمه تلطم ما عليه عقاب، معه مطرق السبته هذاك المطرق ابوه ما يقول ولا. واليا صالح الجراح معه نايبه بالصباح بعد يوم اصطفينا كلنا يلو والسادس. قال اخواني عيالي؟ كنا نعم سيدي. قال عبد الكريم قاسم غازينا يبي ياخذ الكويت، والنعمة هذه اللي أنتم تاكلون منها نبيكم تحمونها. والله الرجل الله أيوة. قلنا بشر بس سعد مثل اللي مثل من أول مثل ناس ماني بذاكر اسمائهم يقول والله لو نجيك بدون رؤوس مقطعت رؤوسنا. المهم جمعونا الرجيل وهو يقوم يعدنا عدد أقل من 20 ياخذه، واللي فوق 20 يخليه.
ويجمعنا ويشيلونا في تبو سوات في الليل ونجي في الصامت. هي الصامتة سميت على دورياتنا صامتة صارت هالحين مركز الصامت. رابطنا وجاء الجيش السعودي وجاء الجيش البريطاني وانحلت المشكلة وطلعت. المهم طلعت وجيت المملكة ورحت العبد الله ما شاء الله. طيب أنا بسأل، أنا طرى لي سؤال أبو هذان اللي هو إلقاء قصائدك يغلب عليها الطابع الحماسي يعني وتثير يعني الإعجاب بشكل، هل رافقتك هذه الإلقاء من البداية من أول القصائد اللي نعم كتبتها؟ نعم، حتى أنا بشرك ألقي قصيدتي وضر والله ما أدري وش قلت ما تدري سبحان الله. طيب أول يعني ما شاء الله في الكويت كان عمرك 15-16 سنة، يعني مرحلة مبكرة لكتابة قصائد طويلة بهذا الشكل، يعني متى بديت كتابة الشعر الحقيقية؟ بديت كتابة الشعر قبل أحضر للكويت، عمري 14 في حدودها. كنت أسوي بس كنت أسوي وجيلي شايب يعرف الشعر وأقول أنا سمعت لي بيوت أسوي 5-6 وش تقول في هذه؟ قايلها واحد يقول ما يدرين أنا، قال لا ما هي بزينة خليتها. واللي عرضت على الثاني وقلت وش تقول فيها؟ قال من قالها هذه هي الزينة زدتها. الله. طيب الحياة تجارب. جميل. يقال أنه بداية كل شاعر في الشعر قصائد غزلية، هل أبو هذال يعني كان يكتب بداياته كلها غزلية؟ نعم، هي من أول الطبيعة البدوية ما. يعني حنا كل حياتنا كلها صحراوية وبدوية وكرم وغير جميل. ناس يتغزلون الريجي بس غزل شريف ما في شك ما في شك. طيب العسكرية على امتداد هذا الفترة يعني ماذا يعني أضافت أو لشخصية خرف بن هذال؟ العسكرية ما هو بنا أضافت للرجال اللي شروا من عندي اللي شروا كطيب شوف أضافت الرجولة وأضافت الشرف والقيمة والتمسك بالوطنية. جميل. لأن الوطن هو الروح هو النابض للرجل. بس أبو هذال العسكرية تتناقض مع الشعرية يعني يقال، لأنه الشاعر دائما رجل رومانسي حساس والعسكرية انضباط وأوامر. مستعد أنا أصير رومانسي ومستعد أصير انضباطي في شعري. جميل. ما هي مشكلة دي. أفرغ مخي للرومانسية وأفرغ مخي للانضباط. إذا جاء وقت الانضباط ووقت الحماس جاء لي في مخيلة الرجال، وإن جاء وقت الراحة والرومانسية يلقى له باب النار. جميل. أقصد طيب العسكرية أثرت على جوانب حياتك من ناحية التعامل مع الأبناء، التعامل مع يعني بمواعيد بدقة. نعم. ما هي بكلها العسكرية. لا، هي من انطباع الرجل وطبيعة الرجل يطبقها على أبناء إذا كان غلط وإذا كان صح. فحنا طلعنا في بيئة متشددة، بيئة دينية صحيح، بيئة قوية، بيئة كريمة، بيئة فيها شجاعة. فعيب على الرجل أنه يميل عن طريق الرجال هذول سوي. اللي عاشوا في أحضانهم وكنفهم في حسابات دقيقة لازم تحذرها وتنتبه لها. طيب يقال أنه الشاعر خلف بن هذال في كثير من قصائده السابقة ارتجل يعني الأبيات الأخيرة، يعني تعرضت لمواقف والقصيدة مثلا كانت 30 بيت، العشرين هذه جت ارتجال يعني. لا، هذه ما هي صحيح. لا، يمكن يخطر بيتين، يمكن يخطر بيت، هم يعني ارتجال تجيب لك 20 بيت ما يمكن. حتى لو أنك حافظها ما تقدر تدخلها في القصيدة. لا، هذا كله ما هو صحيح. ما هو صحيح. أنا أقدر أقولي نعم أنا سويت لي 100 بيت و50 بيت حطيتها، ما يليك أسلب على نفسي وعلى الناس. لا، يعني بيت عندما توسع أفقك ويخطر عليك في 70 بيت بيت يدخل به. أنا مرة قال لي الأمير متعب بن عبد الله يا خلف أنا بلقي خطبة يوم افتتاح كلية الملك خالد اللي يقول فيها هب النسيم وغرد الورد. الله. قال أنا بلقي خطبة وانت تلقي قصيدة، ألي غلط يدفع حق. قلت أبشر. ألقى متعب خطبته ما غلط فيها، تقدمت أنا ولقيت القصيدة على الملك خالد وولي العهد فهد أسف الجنة
سيدي خادم الحرمين. يوم انتصفت في القصيدة ويخطر علي بيت في عبد الله ولك ويجي البيت. القصيدة مكتوبة في المطبعة وتوزع على الحاضرين نعم وعلى الإعلام والبيت هذا ما اكتب. يوم خلصت القصيدة قال لي يقول لي متى ايه هالحق عليك انت لكيت. قلت ما لكيت انا بس وقفت شوي. قال لي تاق. قلت وقفت يا متعب بن عبد الله في بيت خطر علي لبوك. قال ام عاد يضحك. قلت نعم. شوف القصيدة مكتوبة في الاعلام وفي الموزعة على العالم. دور البيت ايه عليه من سطوات عنتر وابو زيد وعليه من يمين حاتم كرامها. دور هالبيت. يوم جابوا القصيده لها البيت جايين جديد الله. عليه من سطوات عنتر وابو زيد وعليه من يمين حاتم كرامها. فهذه اللي تقدر تدخلها يعني ما ام جريتها اجيب لي 20 بيت مهمة. جميل. طيب كتابه القصيده تختلف من شاعر لشاعر. في بعض الشعراء وانا اظن اني يعني قرات او سمعتك في احد المقابلات انك تقول انه حاله كتابه القصيده عندي يعني اتجه اكون لحالي احاول يعني اني ما اسمع اي صوت او اكون بعيد. هل لكل شاعر طقوس معينه في كتابه القصيده ابو هذا؟ والله اذا كنت اذا كان الوقت ضيق عليك الحين في قصيده امر وفي قصيده اختيار. فقصيده الامر تبي لها عض واجد وتقطيع شعر وابعد عن الناس وتتعب نفسك اختيار تقدر تسوي الليلة 5 بيوت وبعد 20 يوم تسوي 5 لين تكمل القصيدة. صحيح. هذا الاختياري. صحيح. أما أمر الأمر. فهذا هو الصعب والموقف الصعب. صحيح. مثل المناسبات هذه يعني عبارة أمر. فاليوم الفلاني عندك قصيدة في كذا وكذا وبعدين ولادة القصيدة خاصة القصيدة الحماسية الوطنية ولادة ما تجي إلا في وقت ضيق. مهما تمهد لها مهما تسهر تقول بعد شهرين الحفلة ما تسويها إلا قبل 20 يوم قبل شهر قبل 15 يوم آخر حد تسويها وتضغط عليك وتسهر. أنا فيه موقف كل خابر طلبت رخصة أحجج عيالي سنة من السنين هي اللي أخذت فيها رخصة في منى وانا القي قصيده في منى. صحيح. فطلبت رخصه كان سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله اخذ اول اجازه ياخذها فالحج اجازه رسميه واروح للامير متعب. قلت يا طويل العمر انا بحجج عيالي وام عيالي. قال استرخص من عمي بدر واروح البدر عسى الله يحفظ. قلت يا طويل العمر انا بحجج عيالي وفي رخصة. قال مرخص. حطوا الخلف خيام وعيال حطوا لي خيام حجينا طفنا طواف الإفاضة. جيت وسلمت على الأمير بدر في فلته في المعسكر وعايدته وجيت وجلست في الخيام عيالي معي حاطي لي خيام من ضيوف ولي العهد هاك الحين. يوم جت الساعة 10 وليهو فيصل الفرم الله يذكره بالخير ومن عندي كان رئيس الشرطة العسكرية وليهو جايين يركض خلف. قلت نعم. قال الأمير بدر يبيك. أنا ما طرع على بالي شيء حاج ومرتاح من القصيدة هالسنة. وأنا جي يوم أني أقبلت على المجلس هدال بن خلف الدكتور هدال معي صبحك بالخير. قال خلف يا أخوي تبشر بس سعد يا أبو فهد. ما طرع على بالي. قال حنا جانا من التشريفات اليسم يوم ضربني في سبدي وعظام. جانا من التشريفات هالحين يقولون لازم خلف يلقي قصيدة بكرة. القصيدة كانت الضحى ثاني العيد اليوم العيد. قلت تكفى يا أبو فهد أنا والله ما أقدر أسويها. قال خلف والله العظيم ما عاد فيها عذر. الله. الملك فهد شاف البيان وقال بلغته خلف وقال من عادته. قال تأكدوا منه. وهالحين الأمير بدأ أنا هالحين الأمير عبد الله في الملك الله يحفظه هالحين
فالمغرب يقول دوروا له وتجيبوا له طائرة خاصة يحضر يحضر قصيدته. أنت كنت تعتقد أنك مرخوص حتى من القصيدة؟ حتى من القصيدة. المهم أقوم أصيح عند الأمير بدر تكفى يا أبو فهد، قال يا خلف ما أنا هذي. المهم جيت عيالي لي وجهي متغير، قلت ما عاد حجينا ولا الحج بغير يوم العيد. يا عيالي عطوني موية صحة ثنتين كبار، شوفوا القصيد ماني باليملكة، المخيلة أبا حاول فيها. شوفوا إن غابت الشمس ما جيتكم، فالوعد في ساجر. حجوا وتعالوا لي في سبن حاج. الله. قالوا قلت علبتكم، إن جاء المغرب ما سويت القصيدة فأنا الوعد في ساجر، بأخذ لي تاكسي ونحاش، وش أزابل الحكام بدون شيء. المهم واروح مع هالجبال ويعيني الله وسوي القصيدة. الله. هذه الموقف الحد. الله. أبو هذال، في قصايد شو اسمه، في قصايد حولية وفي قصايد وقتية مثل ما ذكرت، أو قصايد تجي مرحلية على مراحل. هل القصايد المرحلية تأثر يعني من قوة القصيدة ومن، أو عندك قصايد أنت ولا تنهي القصيدة مباشرة يعني لا بديت فيها؟ لا والله في بعض المرات أسوي لي 10 بيوت وأخليها، بعض المرات 30، هذه اللي ما هي، هذه اللي على كيفي الاختيارية اللي تسميها. طيب أبو هذال، متى دخلت مجال المحاورة يعني كشاعر محاورة؟ والله مبتدئ عام 4 عام عام 60 ميلادي 80 هجري. يوم جيت الحجاز تقريبا في فترة. لا 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 في الكويت. في الكويت. في الكويت. محاوراتك الأولى هناك كانت أنا وشليويح. الله يذكره بالخير ومتعب الصحة، فرح الهرشاني الله يرحمه، ومرشد البذالي الله يرحمه، ومفرح الضمني الله يرحمه، الله الدائم الله يرحمه كله، وشعار يجونا من المملكة الحين. لكن الثابتين الثلاثة هذولا. كيف كانت المحاورة في الكويت؟ كانت حلوة، كانت الناس تتمتع وتستمتع بالمحاورة، ومعهم دفاترهم ما في تسجيلة يكتبون. الله. إيه ويعني وشعر يعني وله مزاج وله رغبته. أجل يسمع يمنا، سمعنا بعض المرات طق الصف، إحنا رقود أخذنا نربع وعيوننا مغمضة ما زد فتحت من النوم من رغبتنا للصوت ومن رغبتنا للشعر. الحين لما نقل تعال شعار إنك تضرب في وجهي، ما عاد القيمة. الله. ما عاد القيمة. هل يعني إنه المحاورة الآن يعني أقل من مستوى ما كانت عليه في السابق؟ بكل أمانة أبو هذال. بعيد. الحين تعال، هل في شعار عندك يقيمون الشيء؟ في شعار يلعبون في الملعب بدون مزاج، مجاملات، رفيزي عازمني الليل، وش ما في. بعدين تيجي معي شاعر يغير مجرى معناي، أمشيه علشان المجتمع وعلشان العالم. فالشعر من أول له رغبة، والشعر من أول يغلط جوك، قالوا ترى المعنى ما هو بهو، من نجم شرك والله. هي فيه مناقشة. بعدين يأخذون في المجالس قالوا فلان وقالوا فلان وش هدفهم. فالشعر من أول إله رون. هالحين شلون تسمع الشعر؟ يوم الشعر له قيمته، ما في التلفزيون، ما في فضائيات، ما فيها أغاني، هو الشعر، هو الغناء، هو الفضائيات، هو المتعة، هو السهرة، هو الإعلام كله. نعم. صحيح. وكان حتى سابقا يعني مصداق كلامك انه المعنى يكون مدفون يعني في المحاورة، يعني إذ كان مدفون وإذ كان واضح. المهم من الشعر ومزاج ومتعة. الشعراء الحاليين، شعراء المحاورة، يقولون انه الشعر يعني في السابق كان شعر كله قبلية، يعني انت قبيلتك فيها وانت قبيلتك فيها. الآن حنا نقلنا المحاورة إلى أوسع وإلى أفق أوسع، يعني يمكنهم صادقين في شيء لكن كذابين في شيء. القبلية من أول ما نسبها، حنا نبدي أفعالنا ويبدون أفعالهم. حنا هاك اليوم سوينا، قلنا حنا سوينا هاك اليوم، بس ما نقول أنت يا من كذا ولا أنت يا ما في. لا ما عندنا سب ذم قبائل ذم، لا لا، لنا إشهارهم، بل فعل الغانم هم يشيروننا وكلنا ينقض الثاني في فعله. وش فعلكم في اليوم الفلاني؟ قلنا فعلنا في اليوم الفلاني كذا، وش فعلكم؟ هذا فعلنا من أول. هالحين شعرهم نقول شعر، لكنهم بيزعلون مثل شعر ومحد تقول لا تكذب.
فأنا أقول يعني لو أني في وقتي اللي مضى أني أحضر في المحافل هذه ما رديت الشعر. الله، ما رديت. جميل. الأسباب وشو؟ لأن الشعر بدون مزاج. وبعدين عالما تصفق حتى ما يسمعون كلام، كان لسان في الميكروفون يوم تلقيه. لا لا لا، حنا من أول من حين الرجل يقول معكم لو تذبي النملة سمعتها. وبعدين ما يضيعون البيت، حتى أنت لو تضيع بيتك فيه من الصفوف ناس يسوون البيت، سنكت اللي يسوون الله من كثرة الممارسة والشعر. طيب أبو هذال، في حضور كبير للمحاورة، يعني في جمهور هالحين الآن يعني؟ إيه أكيد. وش تفسر الظاهرة يعني الحضور هذا؟ هل هو حضور فقط لاستماع الشعر العادي والمحاورة العادية هذه اللي تطلع؟ المتعة، يستمتعون. يمكن لأن الموال دخل فيها وصار الموال يعني هالحين دخلوا موال حبيب، هو الظاهر اللي اخترعه حبيب الموال. نعم. وجاب الموال لهم ومولهم كلهم، هالحين ما عاد يمشون إلا بالموال. على ذكر حبيب، يعني هل موال يعني اذا ادخل حبيب هل انه ساهم في يعني رفع المحاوره وايصالها؟ انا ادخلت المثومن هاك الحين والمروبع ومشت عليه سنين الناس، وبعضهم اللي هالحين يمشي عليه. الله. فكل شاعر يبتكر له طاروق اذا كان موال واذا كان لحن واذا كان يمشون عليه الشعر. فحبيب طلع في موال اتبعوه. طيب حبيب من الشعراء الحاليين، ويعني اذا اردنا تصنيفه بكل واقعيه ما اقدر اصنف حبيب لان المرقاب لحبيب يعني هذه ما اقدر اصنف. جميل. طيب لعبت مع شعراء كبار ومعروفين الله يرحمهم، يعني فيهم من توفي ومنهم من ثواب الجعيد الله يرحمه. صحيح. فيهم عوض الله بن سليم المالكي، فيهم عبادل المالكي، فيهم طلق الهذيلي الله، فيهم الويحان الله يرحمه، فيهم الجبرتي بعد، فيهم الجبرتي محمد الجبرتي، فيهم محمد بن تويم، فيهم مطلق الثبيتي الله يرحمهم كلهم، من فيهم هلال السيالي الله يرحمه. شعار واجد عشنا معه. لا، الشاعر اللي لا زالت يعني محاوراتك مع تذكرها وتقول يعني أمريسي الحارثي واجد ما اقدر افرق فيهم، شعار كلهم فحول شعار. حتى هالحين يجيبوا لي بعض الاشرطه اتخيل مثل الحلم. طيب عدت يعني من خلال المغتره يعني عودات متقطعه على المحاوره يعني؟ لا لا خلاص، المحاوره خلاص، وقت المحاوره اللي كنت اقضيه مع احفادي خلاص عطلت العشار. جميل. طيب يعني انا دائما اسال شعراء المحاوره امانه يعني على انه منتشر انه شعر المحاورة أحد أمرين، أما يقول الشعر عن عرف أو عن سقوة. كيف سقوة؟ سقوة يقال أنه معه قرينة أو شيء من هذا القبيل هي اللي تعطيها ال سمعنا قرينة ما ندري عنها، ما نعرفها والله. سانها تجينا من حيث لا نعلم وتروح ما ندري. خاف أنها هي اللي تنسيك يعني ما قلت لها. والله ما فيه أحد يعلم عن القرينة مرة. هل يعني اللي يكتب بوعي يختلف عن اللي يكتب بغير وعي؟ في ناس يكتبون او يقولون المحاوره بغير وعي يعني. ما يمكن. لا لا، بوعي. كل في رجال يحكي بدون وعي ويصير كلامه مسموع. لا لازم كل شيء بوعي. له بسحر. السحر مثل ناس الحجاج من اهل النجد، ويوم جو كانوا الحجاج يجون في العدل وامرحوا، ويوم اصبحوا شبوا نارهم ويفطرون على تمر هاك الحين وكذا، اثنين منهم يوم كلوا تمرتهم وتقهوا هم يدخلون بيدخلوا المكة اللي العالم زد طلعت الشمس كبر الضلع تجمعي لهم على بعير، هم يقرب يشوف البعير هو يبيع يحرج عليه، هم يمرون يوم مرة ولي والله العالم تصايح الله الله الله. قال واحد منهم أنت وش فيكم تبيعون؟ قال يا أخي أنت بهيمة، أنت ما تشوف الراجل يدخل مع ذنب البعير ويظهر مع فمه ما تشوف؟ هذولا مفطرين تمر. جو الرجل يدخل بين يدين البعير ويظهر بين رجلينه ويصيحون، ويدخل بين رجلينه ويظهر بين يديه مقمورين. ويوم شاف هذولا يضحكون ويجم قال انتم مفطرين على سبع حبات تمر؟
قالوا نعم، قال يلا فارقونا خلونا نعيش مع البهايم. فهذا السحر وهذا بدون وعي، الشاعر ما يمكن يصير يتكلم بدون وعي. جميل. طيب القصائد غالية يعني على صاحبها أو قائلها، أغلى قصيدة عند أبو هذال، أغلى القصائد. والله الرجل ما يفرق في بناته كلها عند السم. طيب إذا قلنا نبي نسمع الغالية ولا القريبة منهم الآن أبو هذال؟ والله أنا ما عندي والله الحين شيء أحيض أكذب عليكم، والله تلعلمي بالقصيدة يوم ألقيها. إن بغيتوا من قصيدي شوفوه عندكم خذوه منها هالشاشات، واللي خلصت قابلت يجيبوا لي قصيدة من هالقصايد اللي لقيتها. طيب احنا نطمع انك انت تقول لنا قصيدة الان من القديم من الجديد ابو هذال. معك وش اقول؟ والله في قصايد بس بعضها نسيته والله ما ادري. ذكروني والله ما ادري. واجد ايش نذكرك، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني في قصايد غزلية وفي قصايد وطنية. حنا القصائد الوطنية ما عمرنا سمعناها بإلقاء يعني هادي، كلها بحماسة يعني. هي الوطنية ما تصلح إلا بحماسة. مرة حنا في الظاهر بعد طلعت على 3 بيوت و4 بيوت. حمض علم. أقول في كل ديرة لي ربوع ورفاقة، أرافق الطيب ولو هم للقوم، أربط مع الطيب شروط الصداقة من العرب ولا من الفرس والروم، والنذل ما بيني وبينه علاقة، حتى يجي بعلوم ويروح بعلوم، منافقي ما يخلي نفاقة، ما يفسد الساحر سنة يفسده يوم. الله. مثل البعير اللي يدخل. صح سانك. طيب ابو هذال انت رحت لبريطانيا وشفت وشفت الحضاره الغربيه وشفت، وانت ابن الباديه وابن الـ 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 الناس المتعلمين على الدين والدين المتشدد، وصلت لبريطانيا كيف كانت؟ بريطانيا دوله متقدمه، لكن والله ان ريح عبس ناقتي وشوف قبيلتي وشم تراب وطني انه يسوى اوروبا وامريكا والدنيا كلها. وين الوطنية؟ ما هي بلعب. احنا هناك سنة غربة، ما غير نمضي الليلة واليوم. احنا هنا تروح يروح الشهر كأنه يوم، وهناك يروح اليوم كأن الشهر. متى نعود لوطننا؟ فالغربة ما تلقى فيها من راحة وما ترتاح. الله بس يثبتنا في وطننا. يعني ما يمنا. يعني ما يوم وصلت الحضارة اللي هناك وشفت الدنيا وشفت مرة ماشي رايحنا ندخل بدري واجيب الجرايد وافطر في مطعم في السوق بدري واجي، ويوم مريت لي والله انها تمشي عليها بشت بس انها مفرع، حليت عليها اقول تجر بشتك وسط لندن وانا اشوف، تجر بشتك وسط لندن وانا اشوف، كانك تمشى وسط سوق المنامه من الحياه، تلبس عبايه ونفنوف لكن ما كملتها بلثامه. الله. يا لوف قلبي لوف، لوف على لوف، لوف العقاب لينصرم للحمامه، جتني تهز الخصر والبطن ملهوف، صدر وقطاه وشايلتها الزعامه، اللي قبلت يمك دخل قلبك الخوف، صويبها ما ينقلنه عظامه، يقبلت يمك دخل قلبك الخوف، صويبها ما ينقلنه عظامه، واخذ الرصيف وعد بميات وولوف، ماشي ومن مرك عطاك ابتسامه، في ديرة في صيفها نلبس الصوف، تنزل رذا ريذ المطر من غمامه فيها المناكر وابشع الحست، فيها المناكر وابشع الفست، مألوف ما سن قا فيها عذاب وقيامة. الله. صح لسانك ابو هذال. وفي ايضا ابيات سويتها انجليزي وعربي هذيك نسيتها والله، حقت الكينج ما ادري الكينج ما نسيتها. الله. تخنقني العبرات ساعة مشى خنق، لكن ما من دمعة العين مصروح، صح يلي ضحية السبت سافر على بنك، يحفظك رب بس فينا حفظ نوح،
الله. ليتك تسلم لي على وافي العنق سلام روح انت تشرح الحب على الروح. الله. حب الغضي في لنك والكون في لنك. وانا اشهد ان اللي سبى العقل مملوح انسال عني بما يدن وريدن قوم ما نشهد عني مجمل ومسموع. الله الله صح لسانك. فيها قصة وهيجتني هيجت شعوري سويت لي أبيات فيه واحدة مستورة جعلها حاجة صعبة في زوجها ومرني الله ونختني عسى الله يطول عمر اللي اليمن الريجين صوهم قضوا لوازم وفك نايف قضى لزومي وفكيت زوجها واللي هي جايتني ويسوق بها أحسب أنها أخوها يوم انزلت وسلمت ونختني وبكت المهم قضيت اللزوم ويوم جاها زوجها وهي تاخذ التليفون قالت يا عتيبي والله ما ناقص عليك شيء هيضتني وهي مستورة ما هي مهم من عتيبة قلت يا بنت يلي تطوي الثوب الأرداف شط الحوار بدر بكر يميحه في مرتع عشب التغري افتغرياف وامه هجل ما شملوها منيحه والعنق عنق مذير عقب ما شاف بواردي لاق فله بضيحه والعين عين موحش الراس مشراف يملى عيونه بالفجوج الفسيحه يا بنت ما نرضى المهونه والاضعاف لنا على رؤوس المشاريف صيحة لا تنشدين على المنازل والأسلاف يوم أذكر الماضي تهيج القريحة الله لا تنشدين على المنازل والأسلاف يوم أذكر الماضي تهيج القريحة فينا صفات الطيب يا بنت ووصاف ما تنطبق في غيرنا يا مليحة ادخيلنا يرقد ورا الوجه ما خاف يا من وتحماه السلوم الصريحة ناسم عصاه ولو يبى حج والطاف تحت الحمامة واحد يستبيحه ونفوسنا دايم عفيفات ونضاف وابداننا من كل علة صحيحة صاحين صافين المشاريب واشراف ما ناكل المتردية والنطيحة وصلبين في وقت الشدايد وعراف منا المشورة واختيار النصيحة وانثارت الهيجة لنا وسط واطراف وجه الحريب نقنعه بالفضيحة وكرام لو يلحق بنا نقص وخلاف نمل الصحن واللحف بالذبيحة يوم السنين الماضية حيل وعجاف ينقر لنا من هبة الريح ريحة والعيش اللي تدبل الكبد تنعاف النفس عما تكره مستريحة دنيا تموج ولا رسمنا لها أهداف يا ما تحتها من فعول قبيحة تجهز الغازي وتسرع بالانكاف ولا تنكفل بالفلس والقميح الله الله صح لسانك صح لسانك وبيض الله وجهك أبو هذال نبي نسأل عن البل شوي البل ما أعطناها شيء في حياة أبو هذال والله البل والله في دمي هي ندري أنك تغليها لونها اللي عندك مجاهيم مجاهيم وش معنى المجاهيم يا أبو هذال سود وش معنى لا وش معنى انا ادري الناس ما اخترت اقصد ما اخترت لا احسن انك تقول وصفها اي يعني. نعم الحين المجاهيم مثل الليل اللي جاه من عليك نعم المجاهيم وهي على ما قال مخلد الجثامي سفن اليسارة قراين اليمر حتى من القدور الفارغه من حليبه هذا سبب اختيارك للمجاهيم اي والله لاني اعتبرها انا ما اعتبر اني احط مزاين وانصبها لا في مزرعتها واتفرج عليها ولو بغيتها تمشي قلت للراعي صحلها وتنمس في مزرعتي الحالي ما حد يحادني ولا حد يفوز علي ولا افوز على احد واتمتع يا سلام على ان الالب اللي عندك ما شاء الله يعني يذكر انها طيبه و... اي ما شاركت مزاينات لا يعني... والله ما انا ماني ما ارغب المشارك أنا مشارك بعقبيلتي بلي أنا أقدر أما ألبل ماني براح إنسانة بعري طيب هسقط لي على عتيبين يا أخي جايز لا أنا أدفع من جيبي بيض الله وجهك بيض الله وجهك طيب كتبت في ألبل في محوالها في محدارها في واجد والله واجد بس إني نسيتها والله محفوظة حتى عند عيالي وعند فيصل بس طيب أنا
عذروبي اني لا قلت القصيده وخذت لها شهرين ماتت انتهيت منها حسب مشاغليني مات. انا من اول لو تنشدني عن قصيدتي لي لها 40 سنه جبتها الكامله هالحين. جميل ابو هذال يعني بعدين عندنا قام المسجل يمحى شوي. الله يعطيك الصحه والعافيه. ابو هذال احنا يعني اطلنا عليك وندري ان عندك مشاغل لكن نبي كلمه اخيره بهالمناسبه يعني. اقول فرصه سعيده والله يحييكم في ساجر في محلكم وبين ربعكم واهلا وسهلا وموفقين وان شاء الله امل ان هذه القناه انها تكسب الحب والمشاهده المليونيه ما هي يعني ان شاء الله ان شاء الله وانها تنجح. وانا أطلب من المسؤولين عليها أن يكرسوا جهودهم وأن يخلصوا في عملهم حتى لو يجي أخوه ولا دمه أبوه يبي أثر على هالساحة في غلطة قصيدة ولا في غلطة كلمة يبعد. هذا صحيح صريحة. هذا صحيح. حنا نشكرك أبو هذال جزيل الشكر على سعة صدرك وعلى حسن استقبالك. كما نشكركم مشاهدي الكرام على حسن مشاهدتكم وحتى الملتقى في حلقة قادمة. هذا فهد الثبيتي يحييكم شكرا وإلى اللقاء.